السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على القناه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه سهله مهله بمقادير بساط بزاف 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 كاع كيما ما تصوروش، وكتجي غزاله وبواحد النكهه اللي يعني كيبغيها الكبير والصغير. دابا غادي تبقاو معايا ان شاء الله، غادي ندوزو المقادير في نفس الوقت وطريقه التحضير. غنحتاجو 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، كنديروهم في واحد البول هكايا، ان غون بول كوم سا. سمحوا لي باقا واحد شويه مروحه، هادشي علاش كنزيدو نطربوهم غير بالطراب اليدوي. كنخدمو هاد الكيكه هادي، ما كنحتاجوش كاع اننا نخدمو الطراب نتاع الكهرباء اولا شي حاجه اخرى. سمحوا لي، كنضيف لهادي واحد كاس لارب نتاع سنيده، كنحركوه حتى هو مزيان، يعني حتى كتندمج ديك سنيده مع البيض كما كتشوفوا. كنحاولوا نطربوا مزيان، انا كنفضل انني نديرها غير بيدي، بالطراب ديال اليد احسن، دغيا كتجي كيكه سهله مهله. وتقريبا المقادير كاملين كاينين في الدار، ما تحتاجوش انكم تحتاجوا شي حاجه يعني اللي ما كايناش. دابا كندوزو كناخذوا كاس نتاع الزيت، نفس الكاس باش عبرت سنيده كنعبر به الزيت. كما كتشوفوا هكا كنزيدو نطربو الكيك ديالنا. كنضيف واحد القبسه نتاع الملح، نسيتها، يعني الملح كما كتعرفوا دائما خاص شويه ديال الملح في الحلوه باش ما كتجيش باسله. كنحركو مزيان البيض وسنيده والزيت، كنحركو مزيان، نخلطو مزيان بالطراب اليدوي كما كتشوفوا. كتشوفوا واحد ما كنهداو بحال اللي كتقال لينا العجينه، لا زعما يعني المقادير باقا ما ولاتش عجينه، خصنا نضيفو ليها دقيق باش رجع لنا عجينه. شتو دابا غادي نمشي، غادي ناخد الناس اللي كتبغي النكهه ديال الزهر. انا هاد الكيكه هادي يعني كتحمقني فيها الريحه نتاع الزهر. غادي ناخد واحد ساشيه ديال الزا اللي بالنكهه نتاع الزهر، كنضيفها هكا، وكناخد نفس الكاس يعني باش كنت درت الزيت وهذا، كناخد فيه دقيق. الدقيق كضيفوه على حساب يعني على حساب العجينه، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين الدقيق اللي ما تيشربش. غادي نحرك هاد الالزا اللي درت ديال النكهه ديال تاع الزهر، وكنحرك هاد الدقيق الكاس الاول مزيان كما كتشوفوا. يعني البيض كتاخدوه بالحراره ديال المطبخ باش نكونوا متفاهمين، ما يكونش البيض بارد في الثلاجه، يعني حتى تاخذوه تحطوه حتى كياخذ الحراره نتاع المطبخ وعاد هذا. دابا اش غادي نضيف؟ غادي نضيف منين كنضيف داك الكاس نتاع الدقيق، كناخذ كاس ديال الحليب حتى هو كيكون بحراره المطبخ، يعني نفس الكاس باش كتعبروا كتديروا به كل شيء، يعني نفس العبار اللي كيجي ديال الحليب ديال الزيت ديال. كنضيف هذا الكاس نتاع الحليب و
تنخلط يعني كنمشيو كنطربو غير بشويه كما كتشوفوا. من بعد ما ضفت الحليب المكونات اللي عندي تنبقى نحرك مزيان في هاد الكيكه، كتجي فيها النكهه نتاع الزهر، كتجي غزاله. انا بعدا من عشاق نتاع الزهر، الريحه نتاع الزهر كتحمقني. دابا كما كتشوفوا دابا حركنا هكا، غادي نضيف كاس ثاني ديال الدقيق. هي نورمالمون كتهز حتى لثلاثة د الكيسان، ولكن على حساب الدقيق كما قلت لكم، كاين الدقيق اللي تياخذ اللي كي يعني كي بحال الا تيشرب، وكاين الدقيق اللي تيبقى ما كيشربش. يعني نتوما عينكم ميزانكم في لاباط ديال هاد الكيكه هادي. كنستمروا على هاد الطريقه ديال التحراك وكنطربوا مزيان باش ما كتجيناش، ما خصهاش تجي في هذوك الكويرات نتاع الدقيق. على هاد الشيء انا كنفضل نخدمها باليد، ما بغيتش ندير الطراب الكهربائي، وما بغيتش ندير يعني العجانه، انا ما كنفضل انني نخدمها بيدي طبيعيه كما كنقولوا. كاش بحال حاجه طبيعيه. شوفوا كنشوف لاباط ديالي باقه جاريه واحد شويه. غادي نضيف واحد نص كاس ديال الدقيق، ما غنضيفش كاس كامل، انما غادي نضيف غير نص كاس ونشوف شنو غادي يعطي. مع هاد نص كاس هذا اللي كنضيف التالي اش كندير، كنضيف ليهم معاه واحد الكماره ديال الحلوى لا ليفير شيميك، كنضيفها حتى هي. هي الخماره خاصكم تضيفوا تقريبا 14 غرام. اسمحوا لي تضيفوا هذه ديال الخماره 14 غرام، انا هذه عندي فيها 11 غرام، يعني غادي ندير هذه. انا دائما كنبغي ندوزها في واحد الامتيت باسوار هكا باش الا كانوا شي كريكبات ولا ما كيطيحولناش سميتو. وغادي نضيف واحد شويه من الاخرى، يعني قياس اللي غادي يكون 14 غرام نتاع الخميره نتاع الخمارات، يكون 14 غرام. اللي عندهم ديال 7 غرام يحاولوا يديروا جوج. يديروا جوج خمارات. هنا غادي نحرك هاد الخميره، وفي نفس الوقت كنضيف الدقيق نص كاس ثاني. يعني الا جينا نشوفوا راه خدات ليا تقريبا، خدات ليا جوج كيسان ونص نتاع الدقيق، ما يعادل 250 غرام ديال الدقيق. هي هاد الحل هاد الكيكه غادي نحاولوا اننا ما نخليوهاش جاريه بزاف. علاش؟ لحقاش غادي نضيفوا لها واحد المكون في الاخير، وما خصهاش تجي خفيفه. كما كنعرفوا الكيكه ديالنا الا جينا نحطوا فوق منها سواء الزبيب او اللوز او اي حاجه، الا كانت العجينه خفيفه داك الشيء كينزل لينا لتحت، والا كانت العجينه عاقده تيبقى من الفوق. لهذا غادي نخلي العجينه ديالي شويه عاقده باش ما تنزلش ليا ليها، تنزلش ليا التفاح اللي انا حاطاه باش نديرو ما ينزلش لتحت.
كما كتشوفوا. من بعد ما حركتها مزيان كما كتشوفوا ها هي، غادي نجيب معلقه ديال الخل، نضيف فيها واحد معلقه صغيره نتاع الخل. في الكيكة كتجي حتى هي خفيفة، كتجي زوينة، يعني حاولوا ما ديروش بزاف. انا درت قطعة ديال شويش نتاع الخل هكا باش كتجي الكيكة ديالنا اسفنجية من الداخل باللغة. وكنكونوا ديجا سخنا الفران ديالنا على درجة الحرارة ديال 220 اولا 240 حتى كيسخن مزيان. وفاش ندخلوا الكيكه ديالنا ما كنديروهاش في الفور ديريكت، من الاحسن اننا نشوفوا المقله نتاع الحرشه، يعني تكون مقله ثقيله نحطوها فيها باش كتطلع فيها الطياب على خاطرها ومزيان. هنا الكيكه ديالنا كما كتشوفوا انا صافي وجدتها. غادي ناخذ المول ديالي اللي انا ديجا دهنته، بالزيت وسستو مزيان. كنجيبو كنحطو هكا كما كتشوفوا باين لكم، وكناخذو ديك الساعة وتنحاولوا اننا نكونوا كنقبوا الكيكه ديالنا وكنهزوا يدينا شويه الفوق. علاش؟ باش كيدخل الهواء هكا باش كتجي الكيكه مفشفشه من الداخل وزوينه. ما كتشوفوا هكا انا كندير في هذا المول، هذا كيعجبني. اولا نتوما تقدروا ديروا في اي مول عندكم. وهنا كناخد هاد التفاح كما كتشوفوا، هاد التفاح انا كنقطعو يعني تقطع عشوائي غير هو كيجي رقيق. وكناخد خمار، ماشي خماره، كناخد هادوك ديال الزا نتاع الزهر، وكن تنديروا فيهم تنديرها فيهم مزيان باش كتطلق ديك السميه ديك هاد ديال الزهر. وكنجيبها وكندردرها هكا على الكيكه ديالي من الفوق كما كتشوفوا. البنات جربوا هاد الكيكه والله حتى غادي تحماقوا عليها. انا بعدا شخصيا جربتها واحد المره ورجعت مدمنه عليها، يعني واحد الكيكه اللي اش غادي نقول لكم، فيها النكهه ديال الزهر تحمق. انا بعدا كما قلت لكم انا من عشاق نتاع الزهر، داكشي علاش يمكن داكشي علاش انا كتعجبني. دابا غادي ندخلها الفور اللي كما قلت لكم انا سخنته ديجا على درجه ديال 240 درجه، وغير غادي ندخل الكيكه ديالي في الفران. غادي نردو ل 180 ونسد عليها الفران ما نحلهاش المده ما بين 20 حتى 30 دقيقه، وديك الساعه غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي. كنقول لكم ما تمشيو فين، نخليكم حتى النهايه. وهنا كنوريكم الكيك ديالنا كيجا كما كتشوفوا. شوفي كيجا فشفش غزال، كيجي روعه. ما تردوش انكم تجربوه، وما تنساونيش لي جيم لي كومونتير والبارطاج من طبيعه الحال الا عجبكم الفيديو. وما تنساوش تفعيل الجرس هكا يوصلكم الجديد. وشكرا لكم، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.